ادي الاسكالوب بتاعنا خلص الا زي الفل. هنخليه هنا اهوت ونبدا نشوف معانا ايه. معانا حوالي كيلو الا ربع مكرونه سباكيتي مسلوقه، عندي زبده، عندي ثوم، عندي 2 بصل، عندي فلفل حامي، عندي ريحان فريش، وعندي زيتون اسود. وهنشوف على بركه الله هنعمل. ادي السكينه، طبق سهل ولذيذ مش هياخد اي حاجه. بسم الله. خلي دي هنا. كده. بصل بنزل بزيت، طريقة سهلة وجميلة هتشوفوها، مش هتاخد منكم أكتر من 3 دقايق طالما حاجتي جاهزة ما عنديش أي مشكلة. أدي الثوم، نجيب الثوم مش بفرمه، بخلي قطعة الثوم باينة بس بحجم صغير زي ده كده. تمام، اهي باينه نفس القصه. ادي الفلفل حسب الرغبه برضو حضراتكم، عايزينه ما فيش مشكله، مش عايزينه برضو حسب كل واحد والطعم اللي يحبه يعني. بنزل بالبصلة بتاعتي كده اهو، حاجة سهلة وان شاء الله تحوز الاعجاب. كل حاجة بتنزل في وقتها. وادي الزيتون عندي زيتون اسود مخلي، بخليه كده اهو، بجيبه بالسكينة بقطعها على 2، يعني القطع على 2 ادي كده. شيل ده خالص، طريقة جميلة وتغيير يا جماعة، يعني مش كل يوم مثلا هيبقى عندي صلص او عندي حاجة لازم اعملها في الصلصة مثلا، لا ممكن برضو مرة بعمل بصلصة حمراء، مرة بعمل صوص ابيض مثلا زي ما ورينا حضراتكم في حلقات 7، يبقى نوع من انواع التغيير، لان اكيد الواحد بيجي له وقت وبيبقى عايز يغير.
لازم البصلة تاخد معايا لون ذهبي عشان اضمن ان هي تستوي عشان ما احسش انها نيه. الطريقه دي كده انا سالق المكرونه بتاعتي زي الفل، حط عليها نقطه زيت بحيث انها تبقى ايه سايبه ما تبقاش ماسكه نفسها. خليها هنا عشان المخرج ما يزعلناش ويقول لك عايز اشوف البلانشه، وحضراتكم برضو تتابعون كده. البصله طبعا بالنسبه لل ممكن مع الاكل مثلا دوت على الفطار بعمل اي نوع سلطه بلدي، لو هجيب شويه خضروات مثلا عندي خاصه عندي جرجير مع طماطم مع خيار بحطها، مثلا عندي مخلل طبعا رمضان بيحب المخللات على المائدة، عايز أعمل شوية عصاير، عايز أعمل مثلا عرق صوص، عايز أعمل تمر هندي، الحاجات دي برضو بتبقى جميلة سواء أنا جبتها أو عملتها، بس بفضل أن أنا أعملها في البيت. أولا تسلية ليا وفي نفس الوقت بضمن أن الطعم يبقى جميل، بيبقى عندي وجبة كاملة، عندي مثلا لحمة ستيك، عندي مكرونة مندي، عندي مشروب بتاعي السلطة، الحاجة دي ممكن شوية بطاطس محمرة جنب الأكل مثلا بتبقى ظريف. كل واحد بيبقى له رغبة في حاجة بيبقى عايزها، في واحد بيبقى عايز مثلا شوية فول على الفطار مش عايز حاجة تانية، بيقول لك أنا النهاردة عايز أفطر فول بقى، أنا كل يوم بقى لحمة فراخ سمك، ببقى عايز إيه أغير. كده البصلة ادي كده زي ما قلت لحضراتكم، ادي البصله اهي بسيبها بس ايه يعني تخش في اللون الذهبي الاول وبعد كده انزل ببقيه حاجتي تبقى معاها جميله. ادي كده الزيتون بنزل بيه مع البصل، الاول انا الفلفل مش عايز احمره، انا عايزه يبقى اللون بتاعه اخضر جميل مع الطبق هيدي منظر كويس. كل حاجه لها خطواتها هتلاقوها في الاخر تستاهل، والا كنا حطينا كل حاجه مع بعض وقلبناها، هنبص نلاقي في الاخر مفيش طعم جميل وفي نفس الوقت الطبق بالزاهي وانا بغرفه مفيش، يعني الفلفل اتحمر، البصله مثلا اتحمرت مثلا يعني اتاخرت في التحمير، كل حاجه نزلت مع بعض، لا في خطوات عشان اضمن في الاخر الاقي حاجه كويس كده. بس ان البصله خدت اللون بتاع الزيتون منظر جميل شكل جميل. ادي كده انزل بالثوم، الثوم المتقطع نص قطعه يعني الفص القطعه بتاعته موجوده اهي باينه، انا عايز الثوميه باينه في نفس الوقت هتديني الطعم وفي نفس الوقت وانا باكل هتبقى برضو سهله ان هي تتكون مع المكرونه كده. بحضر الطبق بتاعي، ادي طبق المكرونه مش اي حاجه، ببدا انزل في الاخر بحته الزبده دي تديني طعم مختلف غير الزيت خالص عشان الاقي طعم الزبده في المكرونه وانا باكل. وادي الفلفل بوضب مكاني، شفتوا طريقتها سهله ازاي ما فيهاش اي حاجه، بقلب كله مع بعض كده يا جماعه اهو خلاص. التوابل بتاعتنا سنه فلفل، سنه فلفل اسمر، ادي الملح بتاعنا اهو، وسنه فلفل ابيض بسيط،
نفس الحاجات الكميات اللي اتحطت دي يا جماعه حضراتكم تحطوها هتلاقوا طعم لذيذ. عندي سنه جوز الطيب مفيش مشكله. جميل. وببدا بقلب كده وبنزل بالمكرونه بتاعتي نفس القصه دي كده. شايفين عامله ازاي؟ بسم الله. كده تمام. بجيب كم ورقه ريحان زي ما هو كده يا جماعه اهو. انا باخد الورق الريحان وبنزل بيه مع المكرونه، ولما باجي اكل بشيل الريحان بعيد عن الشوكه، بمسكها زي ما هي كده طبعا زي ما اخواتنا عارفين كده اهو. ادي المكرونه بتاعتنا وبقلبها بالطريقه دي كده تمام. ادي الطبق بتاعنا، ادي الطبق الثاني. ولو عايز انزل نص الكميه مفيش مشكله، ولو عايز انزل بالكميه كلها برضو ما عنديش اي مشكله. شايفين ادي الطبق بتاعنا جميل وظريف، وجربوا وشوفوا ان شاء الله حاجه تحوز الاعجاب. طعم جميل وشكل جديد. ونبدا نجيب حته الريحان اللي هتعمل لنا المنظر الجميل اهي. ايه رايكم؟ حاجه لذيذه كده اهو. امسح طبقنا كده اهو، وارجو ان حلقه اليوم تكون عجبت حضراتكم، ونجرب ونشوف. كل عام وانتم بخير، ونتقابل على خير في حلقات جديده. الى اللقاء.